السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وأعتذر عن التأخير لظروف السفر الطويلة، وفقنا الله وإياكم لكل خير. أقفل الباب يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا، ما حكم مصافحة أم الزوجة؟ لا بأس بمصافحة أم الزوجة، لأن أم الزوجة محرمة على التأبيد، لقول الله تعالى: وأمهات نسائكم، سواء كانت مدخولا بها، مدخولا بالزوجة أو غير مدخول بالزوجة. يعني لو في فترة الخطوبة مثلا؟ لا، الخطوبة لا، في وقت العقد بعد العقد. نعم. أيضا إذا نسيت وسلمت، يعني سلمت وأنا ناقصت ركعة. وأنت إيه؟ وأنا ناقصت ركعة. سلمت من الصلاة وناقص لك ركعة، قم ائت بالركعة واسجد للسهو. نعم، يعني ما عادش الصلاة من الأول. لا. طب ما حكم يعني كلمة أنا في ال، يعني دايما لما حد يجي يقول إن احتيج إليها قيلت، إن احتيج إليها قيلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. مولانا، أخبار حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. كنت أسأل حضرتك بس بخصوص دلوقتي، أنا عندي معمل تحاليل. الله يبارك. وبيجيلي ناس يقول لي مثلا أنا عايز النتيجة تبقى مثلا هو مريض سكر وعايز ياخد علاج عن نفقة الدولة. فبيقول لي والله النتيجة عالية. والله يا أخي أنت شاهد، هل ستشهد زورا أو تشهد شهادة حق؟ لا تشهد زورا. بس هي هو لو ما عملتش انا القصه دي، ما طلعتوش النتيجه عاليه، مش عارف يطلع قرار ان هو يفرز انسولين او اي حاجه. ما انت مالك، انت عليك، انت شاهد تشهد بالذي رايت، لان ربنا سيسالك عن الشهاده. تمام. السلام. تمام. بارك الله فيك يا ابا العبادله. السلام عليكم. فيصل. السلام. عليكم السلام. تفضل يا حبيبي. سورة التوبة سيدنا، يعني بسمع ان سورة التوبة وسورة الانفال كانوا العلماء اختلفوا فيهم ان هما سورة واحدة، يعني لان سورة التوبة بدون بسملة او حاجة زي كده، الكلام ده صحيح؟ هذا رأي عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل: لماذا فصلتم بين الانفال والتوبة، او لماذا لم تثبت البسملة في سورة التوبة؟ فقال: إن موضوعهما واحد. نعم. هذا رأي من الآراء. ده الراجح يعني. لا، قول من الأقوال، وآخرون يقولون لم تثبت البسملة لا تضمنت فضيحة المنافقين، وتضمنت تهديدات لأهل الشرك وإعلان الحرب عليهم.
نعم. الله أيضا اقرأ يعني بابي عبد الشرك الرحمن. الأصغر ده، ما هو الشرك الأصغر وهل يغفر؟ الشرك الأصغر الرياء. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. أيضا حكم السبحة. التسبيح على الأصابع أفضل، وإن كنت تخلط في التسبيح في الأعداد التي بينها النبي عليه السلام جاز لك أن تستعمل السبحة، ليس هناك نص يمنعها. ما أثر ابن مسعود الذي يذكرونه في قوم كانوا يجمعون أكوام الحصى إلى آخره، سنده ضعيف، وليست الصورة هي الصورة أيضا. شكرا. نعم. عليكم السلام يا حمود بن يحيى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. أختي يا فضيلة الشيخ، الصدقة الجارية لها صفات معينة؟ صدقة أجرها يجري، يعني كل يوم تأخذي منها أجر، كالمسجد، كل من يصلي في المسجد لك فيه أجر إذا كنت أنت بنيت المسجد. مصحف، كل من يقرأ لك أجر. طيب في حضرتك جهاز كان غالي الثمن يعني، واستخدمه مريض وبعدين توفاه الله واهله عايزين يدوا الجهاز ده للاسر تتعالج فيه او يحطوه في مستشفى. ما في مشكله، مأجورون ان شاء الله. طيب هل لو هذا الجهاز مثلا حصل فيه تلف او طلع جهاز احدث منه وتركن كده انقطع يعني؟ والله لهم اجرهم عند الله، الله اعلم، وهو الذي يجازي ويكافئ. طب بعد اذنك في سؤال تاني. رجل مسن في حياته قطع ابنه الكبير محل، وجاب اخواته وقال لهم انا هدي المحل ده لابني الكبير، وفي مقابل كل واحد فيكم ياخد جزء من المال، جزء من المال كده يعني جزء بسيط مش هو ثمن المحل ولا حاجه، فتراضوا. والان مات الوالد على ما تراضوا عليه. مات الوالد واستسمح الابن الاكبر اخواته بعد موت الوالد. لا داعي لاستسماحه لهم ما دام سمحوا، هم سمحوا لا بأس عليه، ما في مشكلة. خلاص انت بتعملي مشكلة ولا اسمع الوالد؟ لا 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 اسمع الوالد، هو اعلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا تفضل يا حبيبي. قول لحضرتك مولانا، بس عايز اسأل حضرتك سؤالين. اسأل يا اخي الكريم. دلوقتي انا شغال في شركة بسكوت ولسه قابض والله شوية يعني. شغال في شركة ايه؟ شغال في شركة بسكوت. بسكويت. فحضرتك الشركة عندنا يعني ممكن تشغلنا 10 ايام و20 يوم راحة، مفيش شغل اصلا. تشغلك المرتب في الشركة؟ المرتب كامل، فهل كده يعني انا حاسس ان انا مش بتعب في الأصل، فاهمني؟ أنت شغال في شركة بسكويت. نعم. وبعد الشركة ممكن تشغلك أيام وتتعطل أيام أخر. أيوه. لكنك مربوط بها وتعطي إجازات، لأن العمل يعني لا يحتاجون إلى العمل بطاقة كاملة، لك أجرك ولا إثم عليك. سؤال ثاني. نعم. نعم. ليه؟ عشان انا محتاج ان انا مثلا يعني اتجوز في مصر هنا، محتاجين مهر وحاجات كده كتير قوي، يعني انا كشاب محتاج ان انا اشتغل 20 ساعه في اليوم ومش مكفي. حضرتك انا اعمل ايه شاب يعني؟ انصحني نصيحه. في اخوات فضليات في اسر طيبه تسهل عليك، اذا كنت من ذوي الاخلاق الحميده فابحث عن ناس ييسرون عليك امر الزواج. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الحبيب. اتفضل يا حبيبي. الله يحفظك يا شيخنا. سيدنا معلش يعني السؤال في المصطلح يعني، بارك الله فيك. وفيك اتفضل. ما الفرق بين أن أقول يحسن بشواهده ويصحح بشواهده، أو يحسن بمجموع طرقه أو يصحح بمجموع طرقه؟ هل هناك فرق يا سيدي؟ الكلمة الثانية أقوى من الأولى. يصحح مجموعة الطرق أقوى من يحسن مجموعة الطرق، وهذا ينبني على قوة الطرق وضعفها.
لا لا يعني طب لو غمز، لو غمز في أي طريق يا شيخنا هذا لا يصح، لا نقول يصحح بمجموع طرق. لا لا، ما هو أصلا إذا قلنا يحسن أو صح مجموعة الطرق معناه أن الطرق فيها كلام كلها. نعم السلام 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 عليكم. وعليكم السلام. نعم معك أيمن يا شيخ مصطفى. تفضل يا أيمن. والله عندي سؤال. اسأل يا أيمن، اسأل يا أيمن سؤالك يا أيمن. نعم ما سؤالك يا أيمن؟ السؤال الأول كيف نحن نوفق بين الحديثين اللي هو لا يدخل لا يدخل النار موحد، اللي هو ان الجنة اي حد موحد بالله عز وجل يدخلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد بين الذي بيننا وبينهم الصلاة وتارك الصلاة كافر. لا هذا كفر دون كفر، كفر عمل. لكن اذا كنت تقصد حديث مثلا لا يدخل الجنة قاطع وحديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة، تريد جمع بين هذين مثلا؟ ايوه. الجمع له وجوه، الوجه الأول أن ذلك مردود إلى مشيئة الله، لا يدخل الجنة قاطع إلا أن يشاء الله. ثانيا لا يدخل مع الداخلين الأولين، إنما إذا لم يغفر له يعذب ثم يدخل الجنة. ثالثا لا يدخل جنة معينة عدت لواصيل الأرحام ومرتبة علية عدت لوصيل الأرحام لا يدخلها القاطع. إذن هي ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن ذلك مقيد بمشيئة الله. الجواب الثاني أنه لا يدخل جنانا معينة. الجواب الثالث أنه لا يدخل مع الداخلين الأولين، والله أعلم. شكرا سيد. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختصار دلوقتي أنا عندي مسألتين. اسأل. مسألة يعني مستحدثة دلوقتي أن يكون هناك وقت زمن بين العقد وبين البناء. الذمم خربت. فهل الفقه يعني عالج هذا الأمر بوضع حدود؟ لأن حتى الفقه حط حدود أو حط في أحكام الشرع حكم للمعقود عليها ولم يبنى بها بنصف الصداق وأحكام أخرى بالنسبة للتي لم يبنى بها. فمع يعني وأعتقد إن زمان ما كانش فيه فرق زمني ما بين العقد وبين البناء زي ما بيحصل الأيام دي سنتين وثلاثة، ولم تعد الذمم والضمائر زي زمان. فانا عايز حضرتك بس توضح لنا ان يكون ان هل في الفقه اشار الى بعض الضوابط. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، لا يخفى عليك ان النبي عليه الصلاه والسلام عقد على عائشه وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. نعم. هناك 3 سنوات فارق إلى أن شبت شبابا حسنا. ثانيا عندنا قاعدة عامة، الله لا يحب الفساد. فإذا كان الشخص العاقد سيتولد منه فساد وشر لا نطيل فترة العقد. أما إذا كان الشخص محمود السيرة والحمد لله يعني لم يعد منه غدر ولم يعد منه فساد فلا بأس على إلى أن تتيسر الأمور. ما عندنا ما يمنع إلا القواعد العامة، لا ضرر ولا ضرار، الله لا يحب الفساد، اتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. المسألة الأخرى يا مولانا بعد إذن حضرتك، أنا على سفر دلوقتي مولانا. توصل بألف سلامة. أنا على سفر دلوقتي ولي راتب قيام ليل، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان يقوم الليل في السفر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، يعني في السفر.
نعم بارك الله فيك. طيب مسألة يا مولانا معلش مكملة، صلاة الضحى برضو تصلى في السفر؟ لا مانع من ذلك، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات عام الفتح في وجاءته أم هانئ تسلم عليه، وكان أو صلى من الضحى 8 ركعات في السفر عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة بقى عشان عموم الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته. آخر حاجة مولانا بقى، إذا جمع المسافر بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، فمتى يصلي صلاة الوتر؟ لأن الوتر لم يتركه صلاة بعد العشاء. حاضر الولد. بعد العشاء، بعد وقت العشاء، بعد وقت العشاء. نعم. حتى وإن جمعها مع المغرب. نعم، لأن لا نستطيع أن نقول لك صلي الوتر المغرب. بالضبط كده، الله يفتح عليك يا مولانا. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلها. نعم. قلها، لأننا حييناك بمثلها. كان في سؤال يا شيخ كنت عايز أسأله لحضرتك. لله الأمر. دلوقتي أنا شغال في مكان بتعاقد مع شركة تقسيط، تمام، وعايزين إن أنا أقدم للناس في شركات التقسيط دي، فهي فيها نسبة بيحطوها اللي هي يعني تتعاقد مع الناس في شركات تقسيط، مش فاهم. أنا شغال في مكان متعاقد مع شركة تقسيط بيقسط للناس أجهزة. مكان متعاقد مع شركة تقسيط يقسط للناس أجهزة، دكان يعني ولا إيه مثلا؟ آه يعني الدكان نفسه متعاقد مع شركات التقسيط. آه أيوه. فهم بيحطوا نسبة على التقسيط حوالي مثلا، يعني نسبة مش محددة 30%، يعني أقصى حاجة 30%. شركتك؟ شركة. الشركة هي بتحط على العميل 30% للتقسيط مثلا لمدة سنة أو 3 سنين على حسب ما هم، على حسب ما العميل يختار. فأنا عايز أعرف كده، أنا بساعد الناس علشان دي كده بتبقى فيها معاملات ربوية، فأنا لما أساعد الناس إن هم يقدموا شركة التقسيط دي كده. يعني هم 3 أطراف، أنتم يا باعة، ثانيا المشتري، ثالثا شركة التقسيط الممولة. أيوة الله ينور عليك. هذه تمول بالربا. يعني هذه الشركة تدفع نيابة عن المشتري المال وتأخذه منه بعد الزمن مع زيادة، وهذه هي الربا. الشركة بتنزل المبلغ من المال محدد مثلا على حسب، بتعمل استعلام عن العميل. يا أخي هذه شركات ربوية، شركات الأموال هذه التي تدخل ممولة وتأخذ المال مع فائدة ربوية. العميل مش بياخد في إيده فلوس، بياخد في إيده كهان. لا تجوز، وغفر الله لي ولك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج اتفضل. الله يحفظك. والله حضرتك انا شغال في مجال البقالة سوبر ماركت. ايوه. فعند حضرتك شركة بتنزل بالاجل ويضيف لي على الخدمة مثلا لمساء 20 يوم و30 يوم، ويضيف لي مثلا خدمة مصاريف ادارية وليكن على 20,600 جنيه. لم افهم جيدا، دق قل لي. تفضل. اعد سؤالك. انا بعمل في مجال البقالة، المواد الغذائية. انت تعمل في مجال المواد الغذائية، وبعد؟ ويوجد شركة بتدي بضاعة بالآجل. وتوجد شركة تعطي بضاعة بالآجل، وبعد؟ فتضيف مصاريف ادارية على المبلغ، اجمالي المبلغ عن الكاش بكذا، هذه مصاريف إدارية. ايوه، هذه مصاريف إدارية ولا فائدة؟ مكتوب مصاريف إدارية في البند، في هو شركة الإلكترونية، يعني عن طريق النت مكتوب مصاريف إدارية، وليكن مثلا فهمني مرة ثالثة برفق. حضرتك في برنامج بتاع على الموبايل اسمه مثلا شركة مكسب مثلا. أي. فبطلب منها مثلا طلبات بضاعة ب20,000 جنيه. لمدة مثلا 20 يوم، يحصل بعد 20 يوم. أنت تطلب من الشركة البائعة آه سلع
على أن تسدد الثمن أنت بعد 20 يوم. تمام يا عمتي. وبعد. وسيضيف. طيب كيف يضمنون حقهم؟ زائد يضيف 20,000 زائد 600 جنيه مصاريف إدارية. إيه المصاريف الإدارية دي؟ أنا؟ هو بيتكاتب كده في البند في البرنامج. أنا أخشى يكون أصلاً حولوا الفائدة الربوية كمسمن إلى مصاريف إدارية، إدارية ماذا؟ مش عارف يعني. يعني وصاحب المال قال لك خذ هذه السلعة ب 10,000 جنيه ومصاريف إدارية 600 جنيه، طب ما هي نفس الربا. لكن ما عندهم الآن يعني حاجة تستدعي المصاريف الإدارية. هم أيوه الشركة هي صاحبة البضاعة وصاحبة يعني. لا يعني عموما بغض النظر عن هذا، أنا سأفتيك في شيء. هل يجوز للشخص أن يبيع هذه السلعة نقدا بألف وإلى أجل بألف ومئة؟ يجوز دون حاجة إلى قول المصاريف إدارية أو غير مصاريف إدارية. يعني بند المصاريف الإدارية يدخل بدل الربا. لا بدل مش أفهم كلامي. يجوز بيع السلعة بثمن نقدا وبثمن أعلى إلى أجل، إجمالي القول هذا جائز. لا هم عاملين يعني عاملين السعر مظبوط زي ما هو، الكاش زي الاجل بسعر واحد، ولكن يضيف النسبه اللي هي 600 جنيه على 20,000 دي تحت بند مصاريف اداريه. والله يعني لا اعرف ذلك، لا انا اخشى بس يسموها بغير اسمها. اعذرنا على الاجابه. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حالك يا مولانا؟ حالي طيب ولله الحمد. يا رب دايما بخير ان شاء الله. عندي سؤال معلش. اتفضل. لو انا يعني اديت حد مبلغ على سبيل الاعانه يعني اللي هو محتاجه وكده، فانا اديته المبلغ ده اللي هو اساعده وهو غير اللي هرده لك بعد فتره يعني. ايوه. وانا بعد كده حبيت ان انا مثلا مش هاخده منه لما يرجعه لي، هسيبه له مثلا على سبيل الصدقه. هل يجوز؟ صدقه ولا زكاة مال؟ صدقه. لا بأس، ما فيش مشكله، تصدق براحتك. الامر واسع. لا بسيط يعني. ها؟ هو مبلغ بسيط يعني. ايا كان، لكن بس الحرج اذا كانت زكاة مال. لا لا مش زكاة. لازم تبين لهم من الاول. قال لي طلع من نيتي صدقه يعني. ما في مشكله، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب والحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي احنا في الشغل عندنا في صندوق للعاملين، صندوق العاملين ده احيانا بيقدم سلفة بس بيقول بياخد مصاريف إدارية 7% حاجة زي كده يعني، فهل ده برضه من ضمن الربا ولا دي مصاريف إدارية مالهاش دعوة؟ يعني مثلا لو هاخد السلفة اللي هي تكون 10,000. تختلف عن السؤال السابق. إذا كانت كان في واحد سأل سؤال مشابه، لكن أنت تقول أنك في شركة والشركة تقرض مجانا، لكن هي عينت هيئة، شركة عينت هيئة للإقراض مراجعة حال المقترض وترتيب أمر القرض. زكاة مصاريف إدارية حقا لا بأس. أنا طبعا عمري ما هتثبت هي هم بياخدوها يعملوا فيها إيه. اي بس منصوص الشركه كده، لكن اذا كنت تستطيع الابتعاد ابتعد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول في بقعه حمراء على الجدران في غرفه الصالون، هل هذه من فعل الشيطان او الجن؟ لا يا اخي، لا فعل الشيطان ولا جن. ولد حمرها في اشياء في الدهانات بتحمر بمرور الزمن، لا شيء فيها على الاطلاق يعني. لا العفريت مش هيجلس يلون في الغرفه عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك على سؤال. اسال. انا النهارده حصل موقف بين والدي ووالدتي وطلقها الطلقه الثالثه. انا لله وانا اليه راجعون. فهو قال لها انا الطلقه، قال له الطلقه انا اتحسبتها وانا كنت في وعي تمام يعني الطلقه اتحسبت. طيب. فالطلقه الاولى والثانيه هو مش فاكرهم.
يقول ان هو مش فاكرهم. طيب هو كان قال ايه في الاولى وفي الثالثه؟ قال لنا هذه التطليقه الثالثه ونفعي. لا قال لها انت طالق. وفي تطليقتان قبل هذه. نعم في تطليقتان قبل هذه. في تطليقتين قبلها وهو بيقول ان هو مش فاكرهم. من اللي فاكرهم طيب؟ والدتي. في شهود؟ لا ما في شهود. يعني امك تقول له انت طلقتني مرتين قبل هذه ويقول لا انا ما طلقتك. لا لا هو يقول انا مش فاكر انا طلقتك، يعني بعد الطلاق بقول له انت طلقتني ويقول لي انا مش فاكر. انا بسال سؤال الاولاني. اسمع يا بني، القول في الطلاق قول الزوج الا اذا اتت بشهود او كان هناك شيء مكتوب. فهم كلامي يا بني؟ فهمت حضرتك. اذا كنتم شاكين في امانته حلفوه بعد العصر يمينا انك ما طلقت. فهم كلامي؟ فهمت حضرتك. بس عشان نخلص من الشكوك، وان كان كلامي هذا يعني اجتهاد مني، لكن في الاصل القول قول الزوج، لكن حتى تعيش امك مطمئنة احلفه على ايه؟ انت الان متزوج؟ لا انا لا. يعني هب ان رجل متزوج جاء زوجته قالت للناس زوجي طلقني، نصدقها ولا نصدقه هو؟ نصدقه هو. نصدقه هو. فهو بيقول انا مش فاكر، وامك تقول انا فاكره. فعشان امك تطمئن تحلفوا بالله انه ما ذاكر. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. بعد حضرتك يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك عن عدد اهل الكهف، هل حضرتك ذكروا في سورة الكهف العدد كام بالظبط؟ لا هو بس بعض العلماء او كابن عباس استنبط من قوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يقل رجما بالغيب، استنبط انهم سبعة وثامنهم كلبهم، ويروى عنه انه قال في قوله تعالى ما يعلمهم الا قليل قال انا من هؤلاء القليل، يروى ذلك عنه، لكن كقطع وجزم لا استطيع ان اقول هم كم فالله اعلم. تمام حضرتك. معلش حضرتك بالنسبه لتفسير فلا تماري فيهم الا امراء ظاهره. تفسير ايه؟ التفسير ولا تما ولا تستفت فيهم منهم احدا. الايه دي حضرتك تفسيرها ايه؟ لا تسال القرشيين ولا تسال اليهود عن عدد اصحاب الكهف. ما عندهم ادله ياتونك بها. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان سؤال بعد اذن حضرتك. اسال. انا ربنا رزقني بولد كويس. الله يبارك يا رب. اللهم بارك. الله ربنا يبارك حضرتك. في الاضحيه اللي فاتت احنا انا يعني كنت متعود ان انا يعني بدخل بسهم في عجل مع والدي ومع قرايبي يعني وكده، فانا دخلت بثلاث اسهم، دخلت بثلاث اسهم، سهمين اضحيه، سهمين عقيقه وسهم اضحيه، هل كده انا عقدت عن الولد؟ بقره؟ نعم بقره. لا باس. قال بذلك عدد من العلماء قياسا على دماء التمتع في الحج، قياسا على دماء التمتع في الحج وقياسا على الأضحية، فالبقرة تجزى عن سبعة في الأضحية. قالوا لا مانع أن يشترك شخص بسهمين العقيقة بسبعين. أيوه. في العقيقة عن الولد وبسبع عقيقة عن البنت، وقد عق أنس عن بنيه بجزو. السلام عليكم. أيوه. حبك الله يا أخي ياسر عسل الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا أنا عندي زكاة مال بطلعها كل سنة في شهر رمضان، فأنا دلوقتي خلصتها في رمضان اللي فات، فابتداء يعني
من بعد شهر رمضان ببتدي اطلعها مقدم، فده يجوز على اساس لما يجي رمضان الجاي اكون خلصت. لا مانع، هل يجوز اخراج الزكاة مقدما؟ لا مانع من اخراج الزكاة مقدما، ومن الأدلة على ذلك حديث حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين مقدما، وإن كان هذا الحديث في بعض الكلام اليسير لكن يشهد له أن الصحابة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: منع خالد ومنع ابن جميل ومنع العباس، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، أما العباس فهي علي ومثلها. فقالوا هذا يقوي الأول، وقاسوا على قاسوا كذلك على مسألة كفارة يمين قبل أن يحنث فيها الشخص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك أخي الفاضل الشيخ مصطفى؟ الحمد لله، حالي طيب والله الحمد. الله يرضى عنك. لدي سؤال ومسأل، الله يرضى عنك يا شيخ. اتفضل يا أخي. الله يزيد فضلك يا رب. كان لي مال عند أختي، أقرضتها مال 20,000 جنيه، و أختي يعني قالت لي إني هترد المال، تمام؟ وأنا علي دين نصه 10,000 لأخ متوفي رحمة الله عليه، وأخ لا يطلبني بالسداد حاليا، لكن والدتي تحتاج تطلع عمرة. لا لا، محتاج المبلغ. ارفق ارفق، أدي السؤال. أيوه أدي السؤال. أيوه، كنت أقرضت أختي. أقرضت أختك 20,000 جنيه. 20,000 جنيه، وبعد؟ ايوه، وارادت ان هي ترجعهم خلاص، تسددهم يعني. ارادت اختك ان تسدد الدين الذي عليه هو 20,000 جنيه، وبعد؟ تمام. فامي ارادت اخذ الدين ده، اخذ المال ده منها علشان تطلع عمره. امك ارادت اخذ ال 20,000 جنيه التي هي لك عند اختك، ارادت ان تاخذها من اختك لكي تعتمر بها. ها تمام. وانا علي دين في جزء، جزء منه نص 10,000 رايح هو لحق أخ متوفي رحمة الله عليه، ودين تاني لأخ تاني لا يطلبني به، فهل الواجب سدد ديونك أولا؟ تفضل. سدد ديونك أولا حتى ولو كان غضب الأم يعني. لا تغضب، ديونك لن تأثم إذا لم تجعل أمك تعتمر، ولكن تأثم إذا مت وعليك دين تطالب به يوم الدين. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سامعني كويس حضرتك؟ مش كويس أوي يعني، 70% ولا 60%. اتفضل. ربنا يبارك لنا في عمر حضرتك. وإياكم. كنا ثلاثة شركاء في مشروع. بعد. واحنا في البدايه يعني عهدنا ربنا ان ربع المكسب باذن الله يكون لله. عهدت ربك ان يكون ربع المكسب لله. تمام كده. تمام. في البدايه الحمد لله بفضل الله كسبنا كويس خالص وطلعنا الربع ده، وكان مبلغ كبير. ماشي. بعد فتره بدانا نخسر. والموضوع تسبب في ديون يعني. طيب. بعد الديون ربنا فتح علينا وبدأنا نكسب تاني. فالأولوية ان احنا نخرج الربع زي ما كنا يعني عايدنا ربنا، ولا نسد الديون الاول لعدم مقدرتنا على سد الديون؟ مفيش دخل تاني سد الديون غير المكسب اللي جاي من المشروع بس، واحنا في البداية عايدنا الله ان احنا اي مكسب يجي من المشروع ان احنا وفي بعدك مع الله، دين الله حق ان يبقى. حتى لو علينا دين ده الافضل واحفظ لكم في دينكم، لكن هل اصحاب الدين يطالبون به الان؟ يطالبون به طبعا، وسداده يعني سيؤثر على المشروع يعني،
التخلف عن السداد سيؤثر بالسلب والسرعه في سداد الدين سيؤثر بالايجاب. خلاص اجتهد اجتهادا، بس نقول لك كفر كفاره يمين، لان كفاره العهد كفاره يمين. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخ انا عاقد على زوجتي وفي بيننا خلافات، يعني هي عصبيه وانا عصبي، ووصلنا للانفصال. المشكله لو حصل انفصال اللي باباها اشارت عليها اللي هي تقلع النقاب ويعني ترجع للمفروض الأمة عاشوا عليه او تربوا عليه. النقطه اللي انا لما باجي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا معلش انا عندي سؤال ضروري يعني. اللمبة تحترق بس اتفضل. في شخص اكتشف ان زوجته بتكون مرة في التليفون مكالمات صوتية. مكالمات ايه؟ صوتية. وعلى رسائل على الواتساب. وبعد؟ رسائل على الواتساب ومكالمات صوتية ومسك كل ده على التليفون عندها يعني. وبعد؟ وبعد عهدته قدام ربنا وحلفت على المصحف وخدت وخدت منه مواثيق جامده يعني. كلمت ايه؟ خدت منه مواثيق جامده ان هي مش هتتكرر تاني. اعطتهم مواثيق؟ اعطتهم. نعم اعطته مواثيق وحلفت بالله بالمصحف واقسمت ايمان جامده جدا ان هي كانت غلطه ومش هتتكرر تاني. طيب. وخلال شهر اكتشف وتبين ثقه جامد ان هي تكلم نفس الشخص مره ثانيه. يفارقها. نعم يفارقها. اكتشف ان هي بتكلمه نفس المكالمات مره ثانيه. يفارقها. يفارقها. ما ينفعش ان هو يسامحها. نعم. طب هو لو عايز يسامحها بس في قلبه شك جامد يعني يا شيخنا عشان معاهم اولاد وكده. انت الان تقول انه تاكد بعد أن أقسمت له أيمانا مغلظة أنها لن تكلم، وبعد ذلك تأكد يقينا على كلامك أنت. نعم يا حبيبي. أنها ما زالت تكلم الرجل، مش كده؟ نعم يقينا. أنت إيه رأيك لو كنت أنت مكان هذا الرجل؟ والله يا شيخنا هو في حيرة من أمره، وأنا قلت له هكلم فضيلة الشيخ. لا يا أخي، أي رجل كريم غيور لا يقبل هذا أبدا. نعم. كنصيحة. نعم. كنصيحة يفارقها. والأولاد اللي ما بينهم يا شيخنا؟ لن يضيعهم ربنا. نعم. الأولاد لن يضيعهم الله. لكن هو حاسس إن هو عايز يديها فرصة تاني، بس هو بيقول مش قادر. هو حر إذا راضي على نفسه بهذا، راضي أن يكون ديوس وزوجته تكلم رجل كلام قبيح. كلام مش قبيح. مش قبيح يا شيخ، هو مش قبيح. هو والله انا شايفك انت يعني بتدافع عن الموضوع شويه. اعذرني يا اخي، لا ادخل في هذه القذورات الا بالقدر الذي ذكرته لك. السلام عليكم. ينقضون الكلام مره، يعني يتكلم وينقض الكلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، لو اخويا الكبير يعني هو كان ليا اخ تاني وتوفاه الله، يعني ربنا يرحمه يا رب. فليا اخ تاني اكبر بس هو مسافر يعني، فمش بيكلمنا خالص. اخوكم الاصغر لا يكلمكم، لماذا لا يكلمكم؟ لا هو بيكلمنا عادي يعني، بنكلم عادي وكده، بس هو مش بيسأل علينا يعني، مش بيسأل. مش طيب، وما السؤال؟ يعني احنا لو مش كلمناه لا تقابلي الإساءة بإحسان. تقابلي الإساءة بإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعفو ويسيئون، أعطي ويمنعون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. بارك الله فيك يا فيك يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ مصطفى. اتفضل يا اخي الكريم. انا وسهلا يا فندم. انا تواصلت مع حضرتك امبارح وحضرتك قفلت السكه عشان بسالك على السؤال بس معين ما فهمتوش من حضرتك. ما السؤال؟ السؤال لان في فلوس ناس معايا انا مش عارف اعمل فيها ايه، فحضرتك يا ريت تفيدني فيها. السؤال ان انا معرض موبيليا. نعم. والشركه انا عندي معرض موبيليا. عندك معرض موبيليا وبعد ذلك؟ تمام. دلوقتي في ناس عملاء عايزين يشتروا مني موبيليا. انا متعاقد مع شركه تقسيط او شركه تمويل اموال. ايوه انت ذكرت لي ان شركه التمويل تدخل نيابه عنهم تسدد لك الفلوس وتاخذها منهم مع زياده. تمام. قلت لك صح كده؟ ها؟ هل الاسم على الشركه ولا هل الاسم عليا؟ انا ببيع المنتج. انت مساعد على الاسم والادوان. طب ايه الحل؟ هل ليها مخرج وهل الفلوس ان انا ابتعد عن الشركه؟ ابتعد عن هذه المعامله. طب الفلوس اللي خدتها من الشركه عشان اعمل الحاجات دي للناس اعمل فيها ايه؟ اعمل لهم الشغل ولا اجيبهم الشركه ولا اعمل ايه؟ اعمل لهم ولا تقعد لمثل ذلك. طيب تمام ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كلمت فضيلتك من شوية الخط قطع. تفضل. بخصوص موضوع العقد، هل لو أنا يعني حصل بناء وحصل زواج ممكن يحصل مشاكل أكبر بعد كده ويحصل انفصال؟ مع من؟ نعم. مش فاهم اصل السؤال. السؤال اللي فيه مشاكل بيني وبين زوجتي، انا لسه في فتره العقد بسبب هي عصبيه شويه وانا عصبي، ولو حصل انفصال والدها ممكن يعني والله انا ساقول لك شيئا يعني. نعم. طيب في سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن النساء ان المرأة خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. نعم. فاستوصوا بالنساء خيرا يعني استمتع بها وبها عوج. نعم. أنت تستمتع بها وبها عوج. نعم. السلام عليكم. يا ربي. السلام. حسب يقع بس. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضلي. الله يرفع قبرك يا شيخ. وياك. دلوقتي احنا بنبني بيت بالتقسيط يا شيخ. وبعد؟ دفعنا 80,000 للي بيبني لنا البيت يعني. هو بيشتري كل حاجة وبيتفق مع الصناعية وبيقوم بعملية البناء. بعد عملية البناء هيجمع التكاليف كلها، يطرح منها المقدم اللي احنا دفعناه دوا ويزود عليه المبلغ اللي فاضل يعني. لا يجوز بهذا التوصيف، لا يجوز. يعني ده غير جائز. ايوه لكن الذي يجوز يقول يا جماعه انا سانشئ لكم هذه الشقه او ساشطب لكم هذا البيت بمبلغ 100,000 بالمواصفات الاتيه. ما لك دخل بالتفصيلات التي يفصلها؟ اذا فصل اوقاتهم في الربا. لا هو مش هو ما فصلش، هو بعد ما يخلص. هو فصل يا اختي، مش هينفع الكلام ده يعني كده. لا يجوز. لا يجوز كده. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بقول لك يا شيخ عندي سؤال كده. اسال يا حبيبي. كنت يعني انا اكتشفت ان الوضوء بتاعي ان انا كنت بتوضا لما اجي اغسل ايدي الى المرفقين بغسل ظهر ايدي بس يعني من اول كف يعني. الله على الوسواس هذا. اعوذ بالله. عفى الله عما سلف واستدرك فيما هو ات. يعني ما تغسل بطن الكف ابدا؟ بطن الكف. هل يتصور ان واحد يتوضا ولا يغسل بطن الكف يبدا كده؟ صح ما يعني الله يغفر لك. لغايه الكوع كنت بغسل لكن يا حبيبي ولاش وسواس، الله يغفر لك. طب يعني خلاص انتهى. السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي. لك كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ حالي طيب والحمد لله. بارك الله فيك وفي مشايخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. ولك بمثل الله يستر علينا وليك. سؤال يا شيخ، وفي قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، المقصود برؤوسكم امسح من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام، فصلها لي يا شيخ بالله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما فعل الرسول عليه السلام كان يقبل بيديه ويدبر، يعني يمسح أحيانا يدبر ويقبل وأحيانا يقبل ويدبر، هذه السنة الفعلية. أما عن الآية فمن العلماء من قال الآية الباء هنا للتبعيد، الباء لماذا؟ للتبعيد، يعني امسحوا ببعض رؤوسكم. والقولان قويان، ثم إن الذي يقول نقبل وندبر الإقبال والإدبار لا يعمم الرأس أيضا، إنما سيقول بأغلب الرأس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا مولانا، لو انا تاجر ومعايا سلعة حاليا ومخزنها من فترة، وزادت السلعة دي بعد مثلا فترة معينة، زادت السلعة مدعومة من الدولة او غير مدعومة؟ لا غير مدعومة، السلعة غير مدعومة. اذا البيعان بالخيار، ابيعها بالسعر القديم بتاعها ولا ابيعها؟ لا مانع ان تبيع كيف شئت ما دامت السلعة ليست بالمدعومة. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب ولله الحمد. أسأل الله أن يحشرك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب عليه الصلاة والسلام وإياكم. السؤال الأول يا شيخنا، هناك رجل يساعد الناس في السفر إلى الخارج، ولكنه يشترط جزءا من الراتب. لا يجوز. يقول أنا أشغلكم في الخارج لكن تعطوني من كل شهر. نعم. 10% من الراتب لا يجوز هذا. إنما ممكن لتوفير الفيزا يشترط، يقول أنا أشتري لكم فيزا بمبلغ. لكن ليس في كل شهر. لا، مبلغ مقطوع من الأول. تمام. شيخ سعد بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. الله يستر عرضك. عندي سؤال بعد إذنك. اسأل. بقول حضرتك يا شيخ مصطفى، في الوقت الحالي في موضوع يعني منتشر اللي هو عمرة البدن، لا تشترك فيها أبدا. نعم، حكمها لا تفعل أبدا. تطبيق لا تعرف من سيعتمر عن والدك، ولا تعرف سيعتمر أو لا يعتمر. واحد مخرج عشان ياخد نسبة مئوية فعمل عمرة البدل، يقول لك عمرة مستعجلة بألف، عمرة مش عارف مثلا عادية بخمسمائة مثلا، ولا تعرف من سيعتمر عنك، ولا أصبحت فوضى. والعمرة عبادة يجب أن نتقي الله فيها. أنت بصورة شخصية إذا وجدت في شخص صلاح ممكن توكله في عمل عمرة عنك، أما تطبيق وتصبح تجارة ويأخذ عمولة ولا ندري من أين يأتي بالناس، ولا لا تفعل، لا تشترك في هذا أبدا، ولا نحب أن يتفشى مثل هذا. جزاك الله خير. السلام عليكم. أشياء غريبة الناس تستحدثها، لتحويل العبادة إلى يعني أمور تجارية محضة بهذه الطريقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الكريم. السؤال الثاني يا شيخنا، كنت سألت حضرتك من فترة أن حديث السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويصلي ركعتين بعد العصر. قلت لك كنت أخبرتني أنك من العلماء من يحمل هذا على الخصوصية برسول الله لورود المناهي المتعددة عن رسول الله
عن الصلاة بعد العصر، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، من عدة طرق عن رسول الله، من عدة طرق عن رسول الله أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد أخبرتك أن الناس رأوا النبي صلى ركعتين بعد العصر فذهبوا إلى عائشة فأحالتهم إلى أم سلمة، فقالت دخلت أم سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته: يا رسول الله، نهيت عن الصلاة بعد العصر ونراك صليتها. قال: إن وفد عبد القيس أتوني فشغلوني عن ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. وقال بعض العلماء: كان الرسول إذا عمل عملا أثبته، ولكن تجمع مرويات حديث عائشة إن شاء الله، لكن الآن أقطع لك بأن هناك عدة نواهي، ليس حديث واحد ولا حديثان ولا ثلاث، عشرات الأحاديث عن رسول الله في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بارك الله فيك، ولك بمثل يا أمة الرحمن يا أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. اتفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤال يا شيخ، كان عندي دكتور في الجامعة بيقول لنا العرب هم أهل الحلم والغرب هم أهل العلم، واستند إلى القرآن بيقول. عفوا، الغرب هم أهل إيه؟ العلم. الغرب؟ الغرب أهل العلم والعرب هم أهل الحلم، واستند إلى القرآن في الآية اللي بتقول: فبشرناه بغلام حليم. يا أخي صل على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني العرب أهل الجهل والغرب هو أهل الفهم يعني، واللي مش فاهم هو بيقول كده واستند للقرآن، يعني إن العرب يعني أبناء سيدنا إسماعيل. يا أخي، من العرب من تعلم ونبغ نبوغا زائدا، ألا ترى ذلك؟ نعم أرى ذلك يا شيخ. لا تلتفت. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، زي حضرتك؟ يعلمون ظاهرا. عليك ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا شيخ، زوجتي كانت حلمت ان جدها الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، بس المقام ليس مقام تفسير احلام، معلش انظرني. طيب يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. أنا كنت عايز أطلب علم شرعي، ولسه يعني حاول أبدأ أطلب علم شرعي. تريد أن تطلب علما شرعيا؟ نطلب، ما المانع؟ أقرأ أحفظ القرآن أولا. كنت عايز أبدأ بتفسير بس مش عارف أبدأ بس أي تفسير أبدأ به؟ أبدأ بتفسير الجزائري أو تفسير السعدي، أو عندنا نصيحة تفسير ابن كثير. بس مش بتحفظ معايا يعني، مش بتحفظ معايا خالص. يعني مش بتحفظ معايا تفسير خالص. طيب أنا مش عارف، فقير يعني مش قادر تشتري؟ لا أطلع يعني بي دي إف عادي ولا فيها حرمانية؟ لا يعني أنت الآن حاليا لا تستطيع شراء. حاليا لا مش شراء. تمنين من البلاد؟ من الشرقية. طيب زرت لنا نعطيك نسخة من التفسير هدية. من أي شرقية يا أخي؟ الفاقوس. الفاقوس. عندك الشيخ الله يحفظكم فضيلة الشيخ، الشيخ عبد الفتاح المصلحي حفظه الله، كلمه أن أتفاهم معه في فاقوس عندكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ حالي طيب الحمد لله. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كان عندي سؤال. تفضل. قبل سنتين تقريبا كان في برنامج التيك توك
كان عبارة عن إن أنت تبعت لينك لأشخاص لو دخلوا على اللينك وسجلوا الكود بتاعك بيجيلك فلوس. فأنا دلوقتي عايز أتخلص من الفلوس دي. طلعت نية إيه وطلعت إيه بالظبط؟ أنا ما أعرف طبيعة العمل، لكن إذا أردت أن تتخلص من أعطاء لأي فقراء بنية التخلص من المال. ماشي، إذا أنت تريد ذلك ربنا مش لن يضيعك. إذا كنت تترك شيئا مشتبها عندك تبتغي مرضات الله. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت أريد بس ترشيح كتب في العلوم الشرعية كالحديث والفقه والتفسير والتاريخ واللغة العربية. كلمنا على الهاتف الخاص يا بابا شيخ. تقول ابن عمها يعمل ضابط بالجيش، تزوجته وبعد الزواج أخذ ذهبي ووسع الله عليه وكتب قطعة أرض باسمي إنه غير مسموح له في الجيش بامتلاك أرض مصنع، لكن كان يضربني ويؤذيني فاختلعت. هل يجوز أن أبيع قطعة الأرض لأصرف على بنتي إنه لا يصرف عليها وقد أخذ ذهبي؟ يجوز أن تأخذي قدر المظلمة، يجوز أن تأخذي قدر المظلمة، لكن أنصحك بعدم فعل هذا لأنه تقطيع كبير للأرحام وقد تؤدي إلى مفاسد أعظم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك شيخ أنا. الله يكرمك. تفضل. الله يسلمك. هو ما المفروض أو المفترض على المسلم أن يفعله من أول ما يستيقظ من النوم؟ من أول إيه؟ ما المفترض؟ نعم. ما المفترض على المسلم أن يفعله لكي يجعل الآخرة همه؟ يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوجهه لكل خير ويصرف عنه كل شر، ويقرأ القرآن والسنة ويعلم ماذا يريد منه ربنا. السلام عليكم. أسئلة عامة يعني يصعب الحديث التفصيلي فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب. الحمد لله. الحمد لله. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدهم وولد صالح يدعو له. فهل الدعاء يقتصر على الولد فقط أم ممكن حد من الصالحين لو هل الدعاء يقتصر على دعاء الولد الصالح فقط؟ أيوة. ألم تقرأ أنت في كتاب ربك؟ تمام. ربنا هب لنا عفوا، ألم تقرأ في كتاب ربك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا؟ تمام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ أكمل الآية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جزاك الله خير يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب لك الحمد لك الشكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا اخبارك؟ اتفضل. لله الحمد والشكر. معاك ابنكم من الصعيد يا مولانا. اتفضل يا ابننا من الصعيد. الله يبارك فيك حفظكم الله. سيدي كان عندي سؤال مشكل عندي لي فترة. اتفضل يا حبيبي. حضرتك احنا تعلمنا من حضرتكم ان كل شيء او كل شيء في الشرع له دليل من الكتاب والسنة. ان شاء الله. سمعت احدا يتكلم في بعض مسائل ميراث، وهي مسألة ميراث الجد مع الاخوة. ايوه نعم. طب ولم اجد لها دليلا لا في الكتاب ولا في السنة. انت لم تجد، لكن عائشة قالت رضي الله عنها رضي الله عنها
إن الذي قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أنزله أبا، واستدلوا بقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم. تمام. وقال تعالى يا بني آدم، وقال يعقوب واتبعت ملة آباء، ويوسف قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأطلق على الجد أبا. تمام. فهذا من الأدلة التي استدلوا بها. تمام. تمام. مع السلامة. بنت عمتي كانت بتتخانق مع زوجها، وبعدين قالت له لو زهقتك طلقني، قال اعتبري نفسك طالق. كلمة اعتبري نفسك طالق تحتاج إلى نية الزوج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا وحبيبنا. الله يبارك فيك، تفضل. الله يحفظك دنيا وآخرة. عم الشيخ بس سؤال معلش. تفضل. لو كان يعني أحد الأقارب من الدرجة الأولى، يعني مثل الأخت الأم كده، يعني من الدرجة الأولى، يعني حد ده كان صديق ليا وكده، بيقول انه تيقن يقينا ان حد فيهم بيعمل له سحر، فهل مقابل يعني امك تسحرك، اختك تسحرك، عمتك تسحرك كده يعني؟ مثلا خلاص انا انصحك تعوذ نفسك وتتحصن بالمعوذتين مع الدعاء، والذي تجده يقينا يسحر ابتعد عنه. وإن كان من الدرجة الأولى في المقاطعة حلال يعني. مش مقاطعة، خصومة، خلاص يعني اختلط بالقضاء. ولكن تجنب يعني. الله يسلمك. زوج كثير الخصال من الهجران لزوجتها لأتفه الأسباب على أقل التعليقات. استدانا لقوله عز وجل وهجرهن في المضاجع. هي ما نشزت. الناشز التي ترفض الأوامر مطلقا. التي تتعامل معها كذا، أما في أزواج في الحقيقة تحتاج إلى علاج نفسي، قلة عقولهم وقلة حكمتهم في معالجة الأمور. كان عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. حضرتك نفسي أتواصل مع حضرتك في مشكلة على الخاص، كل ما أرن على حضرتك أرسل لي رسالة ونطلبك إن شاء الله. رسالة نصية على الرقم، رسالة نصية، قولي أنا صاحبة السؤال، على 0553333 بهذا القدر. أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عابد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا.
ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، أكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم أدخلنا دائما وأبدا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.